يقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ من قرأ قل هو الله أحد في ليلة 1000 مرة فقد شرى نفسه من الله، وما معناه؟ وكيف يشري الإنسان نفسه من الله؟ أما سورة قل هو الله أحد فهي سورة عظيمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لما تتضمنه من أوصاف الله سبحانه وتعالى ونعوت جلاله، فهي سورة خالصة التوحيد، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ومع المعوذتين عند النوم، وكان يحث على قراءتها لما فيها من الفضل العظيم، وأنها تعدل ثلث القرآن. أما ما ذكر من الحديث أن من قرأها 1000 مرة شرى نفسه من الله، فهذا لم أقف له على أصل. قد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره كثيرا من الأحاديث الواردة في فضلها، وأطال في ذلك واستقصى، ولم يذكر هذا الحديث من بينها، فلا أعرف حاله، ولكن في الأحاديث الثابتة في فضل هذه السورة وعظمتها كفاية ولله الحمد، وكذلك في فضل تلاوتها وقراءتها والإكثار من ذلك لما تتضمنه من الخير العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وبيقول يا أيها الكافرون بركعتي الطواف، وفي سنة الفجر لما تتضمنه هاتان السورتان من توحيد الله عز وجل، توحيد العبادة في قل يا أيها الكافرون، توحيد الربوبية والأسماء والصفات في قل هو الله أحد. نعم.